أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة عبر خدمة الواتساب وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. طبعا ارتفعت حصيلة شهداء ثورة تشرين خلال اليومين الماضيين إلى 10، فضلا عن إصابة 150 آخرين برصاص القوات الحكومية والميليشيات في محافظات بغداد وكربلاء وديالة، كما سقط عدد من الجرحى بحالات اختناق من جراء إطلاق قنابل الغاز المحرمة دوليا عند طريق محمد القاسم السريع، مع استمرار التصعيد السلمي وقطع الطرق الرئيسية في العاصمة بغداد، كما وأغلق المتظاهرون طريق الطعمة والميكانيك في منطقة الدورة. في جنوب العراق وصل المتظاهرون قطع العديد من الطرق ودوائر الدولة لإجبار السلطة على الاستجابة لمطالبهم، مهددين بمزيد من التصعيد، كما انضمت محافظة ديالى بقوة إلى التظاهرات، وجدد المتظاهرون رفضهم جميع مرشحي الأحزاب السياسية لمنصب رئاسة الحكومة، وشددوا على تمسكهم بجميع مطالب ثورة تشرين المشروعة. كما شفنا في بداية الحلقة، اليوم أكو هناك إطلاق رصاص حي، إطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع بشكل مباشر على المتظاهرين. منصات التواصل الاجتماعي غصت بالكثير من المقاطع التي تظهر القتل العمد والمباشر من قبل القوات الحكومية على المتظاهرين بشكل واضح وبشكل صريح. طبعا مثل ما تحدثنا، مقطع مصور في بغداد أظهر، وبالتحديد على طريق محمد القاسم مثل ما نشوف الآن في نصف الشاشة الثاني، كيف أنه القوات الحكومية والميليشيات بعد سيطرتها على الجسر لفترة وجيزة قامت بقمع المتظاهرين، قامت بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ما أسفر عن سقوط العشرات من المتظاهرين بين شهداء وبين جرحى، كما ظهر متظاهرون على طريق محمد القاسم السريع في لقطات أخرى يجهزون سواتر لمنع القوات الحكومية من الاقتراب منهم، فيما عكست مشاهد إطعام المتظاهرين الموجودين على الطريق حجم التكافل الكبير بينهم. مثل ما نشوف كيف أنه عنصر من القوات الحكومية يقوم بإطلاق النار مباشرة على تجمع للمتظاهرين السلميين. كذلك أوضحت وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي كذلك على طريق محمد القاسم في بغداد مقاطع تسبب أو إطلاق رصاص تسبب باستشهاد متظاهر وإصابة 15 آخرين بحالات اختناق، في وقت تدعي فيه الحكومة بأنها تفرق المتظاهرين بقنابل الغاز فقط وتنفي سقوط أي قتلى أو جرحى خلال عمليات قمع ثوار الانتفاضة. ومثل ما نشوف في الشاشة كيف يتم إطلاق النار بشكل مباشر على المتظاهرين، ما أدى في هذا المقطع لاستشهاد أحد المتظاهرين السلميين. طبعا القوات الحكومية والميليشيات، ميليشيات الأحزاب الفاسدة، تواصل قمع المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز بأوامر مباشرة من قبل رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وهذا ما يؤكده الكثير من السياسيون بأن الأوامر تخرج من مكتب عادل عبد المهدي بقمع وقتل المتظاهرين. المتظاهرون قطعوا طريق بغداد، في بغداد طريقي الكرادة وملعب الشعب باتجاه طريق محمد القاسم السريع وسط بغداد، في محاولة منهم لمنع تقدم القوات الحكومية نحو ساحات الاعتصام الرئيسية. هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع المحاولات المستمرة للقوات الحكومية والميليشيات في قمع المتظاهرين وإنهاء الاعتصامات المطالبة بإسقاط العملية السياسية التي تأسست منذ العام 2003 ولغاية الآن، وجلبت للبلد ما جلبت. احتشد كذلك أهالي منطقة الدورة أسفل جسر الميكانيك وسط العاصمة بغداد، وتوجهوا إلى جسر الربيعي لغرض غلقه أيضا. معنا اتصال حسين من السعودية، تفضل حسين. السلام عليكم يا خمر. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة أنا بدي العملية اللي الآن مقرر مقتدى الصدر أن الأسبوع الجاي يوم الجمعة بيسوي المسيرة هذه على أساس يبغى يقلب الأمور رأس إلى عقب. يعني الثورة المسيرة الحلوة النظيفة النزيهة اللي ناصع بياضها وتعطي صورة طيبة، فأنا ودي لا ينخدعون باللي بيسويه مقتدى لما راح القمة هناك وأخذ التعليمات من أسياده، فجاي يبغى يطبقها
للشعب هنا. وبعدين انا استغرب دحين هم يقولوا ان الحسين عليه السلام يقول هيات من الذله، زي ما قال الدكتور ناشط الفلاحي والعقيد حاتم الفلاحي. يعني هذه الثوره ما تنتمي لحزب بعث ولا غيره ولا كذا، كلهم شباب صغار وما لهم ذنب، زي الشاب هذا امجد اللي بيبيع الشارع عمره 27 سنه صدر الظهر للناس. يعني هذا محسوب على الله سبحانه وتعالى، لقد احصاهم وعدهم عدا، هذا عند رب العالمين. اذا كان مش محسوب عند العبادي وعند القيس الخزعلي وعند المعتدى وما ادراك ما معتدى وعند الفياض اللي جاي يعزي عن سليماني، فبعدين انا استغرب الحين اذا كان الحسين عليه السلام يقول هيات من الذله، فهل هناك ذله بانهم ياخذوا التعليمات من اسيادهم في طهران ويجوا يقتلوا؟ طهران ما ترضى احد يفعل في بلدها شيء، ليه انتم تفعلون في بلدكم؟ يعني انتم ترضون انكم ان تتلقون التعليمات من خامنئي يقول لكم سووا سووا، تجي انت يا مقتدى اللي يقول لك يا خامنئي تجي تطبق في الشعب هذا؟ يا اخي حرام. وبعدين انتم اذا ترون قدسيه للنجف والكربلاء، هذا احمد عبد الصمد الذي قتلتموه وهو من النجف من البصره احمد او من البصره، طيب كل العراق كلها واحد يعني. نعم. مثل المسلمين في توديهم وتعالهم، كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له جسد سائر الجسم بالسهر والحمى. البصره او النجف او كربلاء او بغداد او الموصل او الخانقين او بعقوبه او شلبي او ديالى او يعني كلها يكمل بعض. يا اخي المفروض ذول اصحاب الاحزاب. وبعدين انا استغرب من كلام مجلس امن حقوق انسان، طيب ثلاثة شهور وزياده الان لهم تقريبا 115 يوم ويشوفوا المأساة والمجازر اللي تصير للشعب هذا وللشباب الحلوين. لا. يعني مسيره حتى الشارع يكنسونه وينظفونه وصور وكتابات واشياء يعني فوق ما. يا اخي الجزائر لما صارت كذا صار الجيش مع الشعب، لكن للاسف ان الجيش اللي في العراق مش جيش عراق، جيش ايران. ولما يقول حكومه ما السعودية. نعم حسين من السعوديه كان معنا. ابو علي من واسط، تفضل ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بك. جمهور رافدين حياك الله يا اهلا. وتحيه لثوار تشرين في صولتهم الثالثه اللي ان شاء الله اللي راح يحققون اعمالهم بها، وكذلك يفتحون الطريق على من يريد يركب الموجه اللي هو سيد مقتدى وجماعته. ما نقول سيده، هو مقتدى، لان هو يعني حتى اسم اهله والصخب هذا بعراقه الايران. لذلك يعني هم ان شاء الله راح يبقون، وعيب على الحكومه يعني يقول لك خلينا نقول انه لم تستحي تفعل ما شئت، لكن الحكومه حاطه لي موجود يعني اطفال صغار على تايرات كاردينهم ويعرضونهم، وهذا مخالف طبعا لقانون الاحداث الماده 63 المفروض هم اللي يطبقونها. يعني كان لك ناس والله شنو تهمت شنو تهمتهم؟ تهمتهم والله كاظمين تايرات يعني يقطعون الطريق. مو مقتدى همينه قال اقطعوا الطريق ووقفوا الدوامات، ليش ما حدا اعتقله؟ مو الامن القومي يعتبر انه اللي يمنع الناس عن الدوامات هو اربع ارهاب؟ ليش ما اعتقله؟ والتهديد لحد الان موجوده، ليش ما حد اعتقله؟ لو مقتدى يختلف، لو يخافون من مقتدى. زين هذه وحده يطلع رئيس الوزراء والله انطي اني 75 175 الف 900 الف اللي وشنو شروطه؟ شروطه يعني معاق وعاجز عن العمل، طبعا هو المعاق عاجز عن العمل، وين هو المعوق اللي يشتغل؟ هو الصاعي ما لازم يشتغل بالعراق، يلا نبي المعوق تيجي الشغله 175 هم لو ليش حصلوا من عندها ال 125 الف اللي قالهم؟ وينهم؟ ما حد اتصل. يطلع بالتلفزيون شنو الشيء هذا؟ يعني انت صحيح يعني كذب غيره، بس لا تكذب على الشعب العراقي، الشعب العراقي تغير مو الاولي. اذا خلينا اذا انتم جايكم جماعتكم اللي جبتوهم يومكم المستشارين انه ايش ما تقول للشعب؟ يقول لك ايه لا هذا الزمن ولا وراح. هذا الشباب اللي واقفين اليوم، شباب اليوم يصححون اخطاء اهلهم، اخطاء ابداعاتهم اللي انتخبوا اللي تشكونه حطوهم. ابو علي شفت المقاطع شلون يتم استهداف المتظاهرين السلميين اليوم؟ باطلاق النار من قبل القوات الحكوميه بشكل مباشر. ويطلع لي عبد الكريم الصحاف يقول لي ما تعدل رصاص الحي، بعد شلون ماتوا؟
من امس من يوم 10 بس اللي احصوهم شهداء من غير اللي ما حد يبيهم. اعتقالات من المستشفيات تصير من المستشفى، حتى الدولة الصدام ما سواها اعتقالات. هم هي هذه حكومتهم، حكومة الشذب، حكومة الطمع. هذا على سوالف حزب الدعوة الأولاني اللي يرجع للحكم يطلع يقول والله ليش تستهدفون السفارة الأمريكية؟ بعد ما تجيبيهم ما تعرفهم، أنت شنو مندوب مراسل تقعد بالتلفزيون يقول ما يصير استهداف السفارة الأمريكية، هذول معتاد خطر علينا. لا أنت شو تسوي بالسلطة؟ شو عندك؟ إذا أنت ما تبي تحميها اطلع منها. أكو مليون اللي يحميها العراقيين، أكو عندنا عراقيين عندنا خبرات. أنت قاعدني 175,000 وما يصير، والعراق اليوم لا تسدون الشوارع. يعني أربع أشهر حكومة قاعدة تطلع من واحد شريف، بسم الله صحيح، والله لا بيهم شريف ولا بيهم نزيه حتى يتولى الحكم. هم محتارين، ما لازم عندهم. ماكو واحد من أحزابهم شريف ونزيه حتى يتولى الحكم بالبلاد. بس احنا نقول هذول الثواب راح يطلعون الشريف من عندهم، وهو اللي راح يحكم البلاد، هو اللي يحكمها، ويطلع حزب الدعوه وكل المسلمين هذول يجيبهم بالقانون، يجيبهم بالسجون ويعلقهم ويعدمهم بالقانون، مو مثلهم هم اللي يعلمون الشباب بالمستشفيات وياخذون يذبونهم معتقلين واختطاف. نعم. الثوار ثوار تشرين راح يجون، وان شاء الله ان شاء الله ثقتنا بالله رب العالمين ان شاء الله كبيره، وثقتنا بالشباب اكبر ان شاء الله. نعم ابو علي. أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ عمر؟ يا أهلا بك، يا أهلا بك. الله يحفظك. تحية لك وتحية للشعب العراقي وتحية لقناة الرافدة وكادرها. حياك. وتحية ثورة تشرين كل شباب العراق، وتحية للشعب العراقي الأصيل. وبالنسبة للنظام ما يقوم به هذا النظام العصابات، هي جرائم. جرائم لم يشهد لها العالم مثيل. هذه النظام لابد من محاكمتهم كاملة، على رأي أولها رئيس ما يسمى بجمهورية العراق ورئيس الوزراء هذا المجرم، وكل الوزراء لابد من محاكمة. الشعب العراقي ليس من هذه الشعوب، هو من الشعوب الشجاعة ولا يخاف، سوف ينتصر عليها ما الظلم الخونة العملاء الذين سلبوا كل، وهو المشروع خطأ أخطر من القتل، وإنما هو تقسيم العراق لأقاليم ولكن صمام الإيمان هو الشعب العراقي، وإن شاء الله النصر والرحمة لشهداء العراق ثورة تشرين، وتحية للعراق. نعم. أبو محمد من بغداد، تفضل أبو محمد. أبو محمد. السلام عليكم. شلونك أستاذ عمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. والله يا أستاذ عمر ماكو غير الله، الله سبحانه وتعالى يجنب العراق هالأحزاب والأمريكان. دولة مناعي للوالدين ونعم بالله، هم دولة جابوهم دولة الأمريكا. ندعو من الله أن يجنب هالعراق المقرود شر هذول هالمجوس والأمريكان. ندعو من الله لأن الشعب تعبان، وشعب هالكان وما على غير الله من يقف وياه، بس الله. الوضعية حين ما تفيد، ودولة مجرمين جابوهم الأمريكان، والأمريكان وياهم يدعمونهم بكل الوسائل، والأمريكان عززوا قواتهم بالمنطقة الخضراء لحماية الحكومة والميليشيات، ومعكم غير الله أن يرحمنا ويشفينا شر هالأشرار ذولي، ويرحم الشباب هاي المساكين اللي جات تساقط واحد وراء الآخر. الله ليش يا 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 ليش يا 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 عمايم، ليش يا الشيوخ؟ وينكم ويلكم ويلكم يولوا هاي الشباب جاي تروح من عندنا حرامات؟ ليش هيك يا 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 مناعي للوالدين؟ الله ينتقم منكم ان شاء الله. شكو عمامه شكو شيخ ما يقف بهاي الوقفه ويحمي هالشباب من هالمجوس ومن هالميليشيات ومن الامريكان، الله ينعل الى يوم الدين. واشكركم. ابو محمد من بغداد كان معنا. طبعا اليوم ميليشيا حزب الله العراقي هددت وبشكل واضح رئيس الجمهورية برهم صالح. أبو علي العسكري على حساب على تويتر قال نشدد على ضرورة التزام برهم صالح حتى ما سمى رئيس جمهورية في عدم اللقاء بالأحمق ترامب كما سماه،
وزمرة القتلة التي ترافقه، وبخلافه سيكون هناك موقف للعراقيين تجاهه لمخالفته إرادة الشعب كما يقول، وتجاهل الدماء الزكية التي أراقتها هذه العصابة. سنقول حينها لا أهلا ولا سهلا بك، وسيعمل الأحرار من أبنائنا على طرده من بغداد الكرامة والعز. تهديد واضح وصريح من ميليشيا حزب الله في العراق لرئيس الجمهورية برهم صالح إذا التقى بالرئيس الأمريكي، وأكيد راح يلتقين هم في مؤتمر دولي اقتصادي في دافوس. يقول له إذا التقيت بي راح نطردك من بغداد، وسماه برهم صالح بدون استخدام رئيس الجمهورية. هو عليش يستخدم يقول له رئيس الجمهورية إذا هو يقول له راح أطردك من بغداد؟ نعم، هاي إحنا الدولة اللي نعيش بيها، هاي الدولة اللي نعيش بيها، الفقير والمتظاهر السلمي يقتل، والقاتل والسارق يكافئ بمنصب أعلى وبرتب أعلى. معنا اتصال برزان من الموصل، تفضل برزان. ألو. نعم تفضل، تفضل برزان أسمعك. بس نصيلي التلفزيون برزان، نصيلي التلفزيون للأخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نصيلي التلفزيون برزان، نصيلي التلفزيون حتى أفتهم عليك. السلام عليكم. نصيلي التلفزيون حتى أفتهم عليك لو لا برزان. أخي تسمعني؟ أسمعني أخي. أخي أسمعك بس نصيلي التلفزيون للأخير. أنا أشكرك برزان من الموصل. ظاهر أكو مشكلة بالصوت، العراقيين يحبون هواية يرفعون الصوت مع التلفزيون هم يتصلون. يا أخي نص التلفزيون للأخير، صوتك مسموع حتى تقدر تتكلم على راحتك، إحنا نقدر نفتهمك، المشاهد يقدر يفتهمك، وإذا تحب تسمع صوتك بعدين تقدر تشوف الحلقة بالإعادة أو على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر، إن كان على بشكل مباشر من طريق البث المباشر أو على موقع القناة، أو تقدر تشوفها بالإعادة. طبعا كما وردنا الآن المتظاهرون يقطعون شارع فلسطين باتجاه ساحة النهضة في العاصمة بغداد. طبعا تضاعفت أعداد المتظاهرين في ساحة الجيلاني في العاصمة بغداد عقب انتهاء مهلة الوطن التي منحها المنتفضون للسلطات الحكومية، وعلى الرغم من القمع الحكومي والميليشياوي المتصاعد يصر المعتصمون في ساحة الجيلاني على مواصلة ثورة تشرين حتى تحقيق أهدافها. نروح إلى ساحة التحرير في بغداد، حيث جدد متظاهرو ساحة التحرير في بغداد رفضهم لجميع مرشحي الأحزاب السياسية لمنصب رئاسة الحكومة، وشددوا على تمسكهم بجميع مطالب ثورة تشرين المشروعة والتي سبق وإن أعلنوها. خلونا نقرأ بعض رسائل واتساب. أم علي من ذي قار تقول السلام عليكم، شلونك أستاذ عمر الله يسلمك. تقول كل الذيول بهالحكم خلي يسمعون الحكي باشر زلم حيدر، تفزع فرد فزعة ثوار وما نسكت بعد للبوق، راح نخلي حد ونرجع أموال البلد والفاسد ونطلع. والله والنعم منك أم علي. رسالة من أبو يوسف من الدنمارك يقول تحية طيبة أخ عمر، رسالتي لحكام الدول العربية، يا من تتفرجون على العراق وأهله لا تظنوا أن النار لن تصل إليكم لو حصل شيء للعراق، يا حكام دول الجوار ارفعوا أصواتكم في المحافل لنصرة إخوانكم في العراق. أبو يوسف من الدنمارك. معنا اتصال خالد من بغداد، فضل خالد. خالد وعليكم السلام ورحمة الله، فضل أخي. نعم 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 خالد. خالد أنا ماذا أفتهم عليك؟ إحنا روضينا مطاق خالد، عاود الاتصال بينا، الاتصال غير واضح، أنا أعتذر من عندك. زهراء من النجف، تفضلي زهراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بيك. أخويا بس أحب أناشد الخيرين اللي من أهل العراق، أقول لهم شوفوا حال العراق،
كافي قميع، كافي كتي، شباب بعمر الوالد شنو جنبه 13 سنه و14 سنه دا يموتون، بيت يموتون، يخلون دخانيات براسهم ودا يقتلوهم، ليش هذا القمع؟ ليش هذا القتل؟ احنا حالنا حال الدول البقيه، شنو فريق الامارات؟ شنو فريق دبي؟ شنو فريق السعوديه؟ باقي الدول العربيه شنو فريق الدول غير معنا احنا العراقيين؟ ليش الناس العراقيين مظلومين؟ ليش الناس العراقيين مرجان يقتلون؟ وين حق العراقي؟ وين منظمات حقوق الانسان؟ خلي يشوفون حال العراق، خلي يشوفون وضعنا. كافي كافي قتل، هاي اطفال جاي تروح، والله العظيم نريد نشوفه بس جوع وقتل، مجرد جوع وقتل، وكل من يجي ياخذ لحاله من العراق. يعني هذا الوضع الى متى يستمر؟ احنا باقين من المظاهرات، شباب بنات شباب كلها كلها، حتى امهاتنا حتى الاطفال اذا اضطرت نطلعها ويانا مظاهرات. كافي يقتلون بالشباب، اذا اضطرينا حتى احنا النساء هسه اللي قاعدين بالبيوت، اذا اضطرينا نطلع ونساند اخوتنا بالمظاهرات. اخويا كافي قتيل، خليه على السيد على السيستاني يشوف لنا حل، يشوف لنا حل لهاي الازمه. هو اللي يوصف دولة، هو اللي يجسد عن كلامه من سالة بأهل الموصل وغاية المحافظات وطرافت ولا أسهل الموصل ولا المحافظات ديتها، ما حد يتعدى عليها، ما صارت فيها نعم زهرة. خليه يجي طيبة مسجعات عيسي، خليه يطينا حل، حل اللي يمتازي وضع العراق وصل حده. يعني اللي صار البارحة طبنا طبنا قتل الشهداء، هذا الله ما يغفر من فوقه، يا صار جاي فلوس اخر 60 تشرة الضوء والتواصل اللي عمره ما ادري يمكن 13 لا 14 سنة، تكرم العالم قطع علي، العالم قطع علي. نعم اني اشكرك زهراء، اشكرك زهراء من النجف كانت معنا. احمد من الدنمارك، احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك حبيبي. حسب ما دا اشوف دا حللها انه الثوره دا تتجه الى اتجاه مختلف شويه اللي هو الاتجاه الصحيح. هوايه ناس دا يشوفون انه عدد الشهداء دا يزيد، عدد الجرحى دا يزيد، لكن هذا ما يخالف، احنا عراق، عراق واحد وكلنا مستعدين نقدم كل شيء. نعم. لكن الان لازم المتظاهرين لازم ندعمهم من الداخل ومن الخارج، واكرر كلمه من الخارج. عيب علينا انهم ظل مثل المتفرجين. مو صحيح انه احنا نظل لاسمين الهواتف النقاله ونتفرج ودموعنا تكتكت، هذا مو كافي. باكر عقبه وان شاء الله هذا راح يصير، ان شاء الله راح يصير، باكر عقبه يتحرر العراق ونخلص من هالزمره الفاسده الزباله ويرجع العراق تمام، الكل يركب طياره يروح يشوف الاهل. نريد مساهمه، نريد دعم، الدعم مو بس بالقلب. نعم نعم. احمد، احمد من الدنمارك كان معنا. ابو عمر من بغداد، تفضل ابو عمر. يا الله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله اخوي استاذ عمر، حياك الله وحيا الله قناه الرافدين، وحيا الله مشاهدين قناه الرافدين، وعاش العراق وعاش الثوار وعاشت الثوره هاي المجيده بعزيمتها الثوار اللي متواصله ليلها مع نهارها من اجل بناء عراق جديد ومستقبل جديد للعراقيين ان شاء الله. برغم هاي الثوره واصرارها وعزيمتها المتواصله ان شاء الله سوف تكون في الايام المقبله تصعيدات اكثر اكثر. الان عندنا استاذ عمر قبل ساعات تقريبا بالساعه 9 المظاهرين الموجودين في شارع فلسطين اللي قريب عن مول النخيل اللي حاولوا يقطعون الطريق، لكن للأسف اجت بعض العناصر من الشرطة الاتحادية وضربت الطلقات عليهم واخذت كم شخص من عندهم، لكن الشباب ما تراجعوا ابد، ظلوا متواصلين، قطعوا طريق اللي هسه اللي جاي شفتوه بالاعلان لحد الان متواصلين الشباب من شارع فلسطين من ساحة بيروت باتجاه الناظر، قطعوا هذا الطريق وان شاء الله متواصلين الشباب
بقطع شارع القناة، شارع القناة، ومن بعدها تواصلهم إلى للعظمية إن شاء الله. وبحيل الله سوف تكون تصعيدات أكثر أكثر من هذه الثوار البطلة الذي هي أتت دماءها للشعب العراقي المخلص الأبي اللي صار عمره أكثر من 17 سنة شاف هاي المأساة والحروب والقتل. الآن الثوار هم فادين أرواحهم لهذا الوطن، ميهم للموت للاعتقالات وكل شيء أبد. الآن الثوار والله يا أخي العزيز لو كان أكو بث مباشر نقدر عليه الصور، شوف هناك عدد الثوار اللي موجودين في شارع فلسطين وفي زيونة ووصلوا السلة العظمية وإلى جسر تقريبا الجامع النداء اللي جايين يقطعون الشوارع أكثر وأكثر. راح يصير تصعيدات أكثر من اليوم مباشر إن شاء الله. نعم في كافة المدارس إن شاء الله بنجاح هاي الثورة إن شاء الله إن شاء الله، فتوقف سلمية من أجل إسقاط هاي الأحزاب الفاشلة والحكومة العميلة التي أتت من الدول المجاور إيران وباقي الدول التي لم تريد العراق بناء بل خربت العراق. نعم أنا أشكرك أبو عمر من بغداد. كان معنا أحمد من صلاح الدين، تفضل أحمد. السلام عليكم أخوي. وعليكم السلام ورحمة الله. اخوي احنا بس بدي ناخذ يعني هاي الحكومه من اللي قاعد يقتلون بالمتظاهرين ويذبحون بيها. نعم نعم احمد استمر. احمد من صلاح الدين كان معنا. مستمرون معكم اعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقه، ناخذ هذا الفاصل ونعود اليكم. ما اعرف بكل الطرق يعني ناس هسه قبل شوي الزموم شمروا من فوق الجسر، قام رمي حي على المتظاهرين، الدخانيات قنابل الدخانيه اللي تنضرب قدامك هسه من هذا الجسر ومن هذا الجسر، وهاي هسه الشباب كل الابطال هياتهم الثوار واقفين ومساندين لنا وحامينا، والناس الحمد لله والشكر هنا كلها ايد واحده. احنا سلمين ما مأذين ولا مسوين شيء، قاعد نطالب بحقنا، قاعد ندور وطن، ما قاعد نقتل ولا قاعد نبوق ولا قاعد ننهب. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. معنا اتصال برزان من الموصل، تفضل برزان. برزان تسمعني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام. تفضل اخي. اخي العزيز انا ادي رساله محافظه نينوى. نعم اخي العزيز اريد من محافظه نينوى اوجه لهم هاي رساله عن تنظيم اخوانهم من محافظة باقي محافظة الجنوب كلها. نعم. ايه. اخي العزيز من تصريح شهرين وانا من الموصل وهسه موجود في بغداد حاليا، واطلب من كل احد يسمعني من الموصل ينتظروا حسبكم بجماعتهم محافظات الجنوب. نعم. أخي العزيز هو إذا الحكومة برهم صالح، أنا أحسب على رئيس الجمهور برهم صالح اللي عاف الحكومة وشرد راح خارج القطر راح سافر عاف المتظاهرين في الشوارع. نعم. أكثر الناس جاي تموت وحتى عنا. نعم. وأنا برادر موصل والأي محافظة من محافظة الوسط أن يظهروا أن نطلع مظاهرة سلمية ويبقون على سلميتهم، وما أريد يعني أريد كل العراق إن شاء الله يد واحدة وينتفضون. نعم
أنا أشكرك برزان من الموصل، كان معنا رسائل واتساب. طبعا بعض الأخوة يتصلون على الواتساب، الواتساب ما عليه اتصال، الواتساب فقط للرسائل القصيرة. إذا تريد تتصل وتشارك أهلا وسهلا بيك، أرقام موجودة إذا كنت بداخل العراق موجودة أرقام، وإذا كنت بخارج العراق موجودة كذلك أرقام أخرى. خلونا نقرأ بعض رسائل الواتساب. يقول: تحية طيبة لك أخي عمر ولقناة الرافدين. يقول: أسأل الله أن يحفظ العراق وشعبنا الكريم العزيز، ويخذل السياسيين المجرمين، ونصر قريب بإذن الله. رسالة من أم وطن من النجف تقول: السلام عليكم أخ عمر العباس، عليك تقرأ هاي الرسالة بدون ما تقطعها. ماشي. تقول: والله هذا ما عنده غيرة وشرف على عرضه ولا على بلده، هيك يستهدف المتظاهرين من فوق الجسر. والله ما عنده غيرة وشرف هذا ذيل تابع لإيران، والعبد المهدي باع وطنه على المود الفلوس تقول، وذم برقبته كل واحد اللي انقتل من المتظاهرين، وإيران دولة فاسدة ما عرف شو وقت نخلص منها، وكل واحد الأيد ويا إيران فهو فاسد. تحياتي أخوكم أم وطن من النجف، قرأناها أختي كاملة. حميد العقيدي من رومانيا يقول: تحية لقناة الرافدين الحرة الأبية، وألف تحية لشباب العراق الأحرار الأبطال الغر الميامين، ونداء لأهالي المدن للخروج والتلاحم والتضامن مع شبابهم الثائر، فهذا هو يومكم أيها العراقيون الشجعان، فوالله إن ثورتكم هذه لو فشلت لا سامح الله لما قامت للعراق قائمة، فهبوا خفافا وثقالا، هبس رجل واحد قبل فوات الأوان. نعم. طبعا اليوم في ذي قار واصل المتظاهرون قطع الطرق الرئيسية الرابطة بين أقضية ونواحي المحافظة، وقطع متظاهرو ذي قار الطريق السريع الرابط مع العاصمة بغداد، تأكيدا على استمرار الإضراب العام واحتجاجا على أساليب القمع الحكومي بحقهم. وأكد المتظاهرون أنهم ماضون في تصعيد حراكهم الشعبي لإجبار حكومة الأحزاب الفاسدة على الرضوخ والاستجابة لمطالبهم المشروعة. طبعا كذلك طلب جامعات محافظة ذي قار تظاهروا مع المتظاهرين المعتصمين في مدينة الناصرية. المقاطع أظهرت وقوف الطلاب مع المعتصمين في الناصرية. طبعا البارحة احنا شفنا كيف خلية الإعلام الأمني نشرت صور لأطفال طبعا مواليد 2000 و2003، شباب صغار تم اعتقالهم من قبل القوات الحكومية، ونشر صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وكل واحد لازم الورقة مالته عليه اسمه ووظيفته، ومكيفين انه تم اعتقال هؤلاء لانهم التهمة والله شنو قطع الطرق اللي من 2003 ما مبلطه، قطع الطرق اللي من 2003 ولغاية الان يحفرون بها الجماعة ويرجعون يبلطوها نصر الدين، وورا شهر شهرين هم يرجعون يحفروها، قطع الطرق اللي ما بيها أي خدمات، قطع الطرق اللي أقل مطرة يخصف بها الشارع، هاي خايفين على الطرق، هاي تهمة الشاب المتظاهر. طبعاً وبالمناسبة يعني أغلب الشباب اللي طلعوا وحرقوا تايرات بالشارع خلوا جواها تشينكو، خلوا جواها حديد حتى ما يضرر الشارع، وهذا تعبير وتصعيد مقبول عالميا، موجود في دول العالم، في كل دول العالم تصير هذه الأمور، وما يضطر أنه القوات الحكومية في أي بلد أنه تقمع المتظاهرين بهذا الشكل اللي شفناه البارحة واليوم بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. فالبارحة البروباغندا اللي سووها الجماعة ونشروا صور الشباب ورافعين أسماءهم بهذه الطريقة ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي كأنهم جماعة محققين ما شاء الله انتصار، لو يعني داخلين معركة وانتصروا بيها، فما شاء الله عليهم. نعم، معنا اتصال. حسين من النجف، تفضل حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا أول شيء نقول ألف رحمة على روحك صدام من عدم من هذول واللي شرك شاي. حسين شفت شوف أنت صار لها 4 شهور الحكومة مطية الإذن الطرشة للعراقيين، الحكومة دعت تقتل وتعتقل وتضرب بالمتظاهرين وبشكل مباشر، بشكل مباشر. صحيح. نعم. تعليقك. أنا أقول مع كل الأسف، أقول مع كل الأسف على السيد أحمد الصافي
تعرف السيد السيستاني، كسر برجله طلع حد تلفزيوني ويبكي. بس اقول مع كل الاسف 500 واحد ماتوا من ابنائك، ما طلعت دمعتك وبكيت بالتلفزيون. نعم نعم حسين. هم فد يوم شفتوا اسرائيلي قتل فلسطين بالدخان، محمد الدره مات باسرائيل، الدنيا انقلبت. نعم. بس انا اقول ان وزير الداخليه وزير الدفاع شو شغلهم؟ هذا وزير الداخليه 24 ساعه مقابل عبد الملك، شنو شغلهم دول؟ هذا الغانمي وزير الدفاع رايح ويا الصين، طيب شنو شغلهم؟ اسمك في الحصاد ومنجلك مكسور؟ يعني انا اشوف دول العالم وزير الداخليه وزير الدفاع عبد الملك سوته جلطه قلبيه ومات، يعني شلون العراق يتبشر؟ لا زعلانين يقول لك شلون يحرقون تيارات بالشارع؟ اخي يحرقون التيارات، المليارات جاي تنباع. هو احنا حتى عندنا دوائر، حتى الدوائر ما صدام حسين القديمه ما تقول دائره واحده هم ذولا. نعم. وزير الداخليه وزير الدفاع هم بالاصل ذولا مجرمين، هم ذولا قتله مشتركين ويذول الميليشيات والعصابات، يعني شرفك وزير الدفاع وزير داخلي وهذا الغانم اذا كانوا محتفلين بالجيش العراقي، لعل انت وين العروبه مالتك؟ هذول يقتلون، وين العروبه مالتكم انتم العراقيين؟ يا وزير دفاع بالعالم، من راح الدول المجاوره السعوديه، الاردن، ايران، يا وزير دفاع انت قتل بالشوارع بالعلني وهم قاعدين يباعون، والله عار عليهم ذول يحكمون وزير داخليه وزير دفاع، عار عليهم ذول. نعم. شايل رتبه وشايل وهم راتب ترى وراكو حماس، يجرك العدل، اسمك بالحصاد ومنجلك مكسور؟ نعم. بس بالنسبه هذا القتل المتظاهرين هذول المساكين من حجم عملاء الامريكا، اسالك بالله انا اطلع امريكا يمك رباي، عمي تعال شوف احنا الجنوب وبغداد خراب خراب، لا شو لا مستشفيات ما صدام، بنايات حكوميه ما صدام، لا بناء ومدارس، لا بناء ومستشفيات عريقه، لا قطارات، لا مترو، لا مطارات، لا شوارع فيها خير، اخي كل شيء بزمن صدام، زمن صدام كانت مدن تخفض هسه خراب، خراب حريم بس نبغى خاصه عن الجنوب والفرات الاوسط من دي اخي خراب، تحكي لي عميل لامريكا اخي يا امريكا. تعال شوف الوضعيه فقر العراق متروس تتوتات وهاي تك تك صرنا حالنا حال حالنا حال الهند وباكستان الخليجي والعربي صار نعم صار احنا صاعدين كلها تك تك من الفقريات صار عندنا نعم تتوتات. انا اشكرك حسين من النجف. احمد من ميسان تفضل. احمد تسمعني؟ يبدو اننا فقدنا اتصال مع احمد. ام عمر من السويد مرحبتين، اهلا وسهلا بك، تفضلي اختي. تحيه لقناتكم الكريمه والى ولا كادرها والى هؤلاء الابطال الاسود اللي فاتحين صدورهم امام نيران، هذول الغزاة المعتدين، والله والله ثم والله جبناء، لو ما محتمين بايران ولو ما ايران موجهتهم مو هيك قتل، الله اكبر، الدماء ثالث. ليش هيك دماء؟ لان قالوا ايران برا يا اخي، والله لان قالوا ايران برا، لان على ابو الحكومه يا ابو ايران من تبيرهم الى تغيرهم، هذا الخرف رجله مدندله بباب قبره ويعطي توجيهات. ليش من الله ما يخافون هذول هالشباب؟ اناشد ملك الاردن سنه الاتحاد الهاشمي، اناشد ابو السعوديه، اناشد ابو تركيا يوقفون ويا هالشباب العراقي. ليش سووا؟ مو حرام عليهم البطالة كتلتهم يتحصرون على الشغل ويتحصرون على الدينار؟ حرام عليهم من الله يغضب على راسهم، إن شاء الله ينتصرون هؤلاء الأبطال. اللهم ظلهم بظلك يوم لا ظل إلا ظلك. وأشكرك إن شاء الله. شكرا أم عمر. شكرا أم عمر من السويد. أبو علي من الأنبار تفضل. أبو علي. أبو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام علي. تفضل أبو علي. أخويا العزيز احنا تدري يعني الدعم من فيسبوك
الحالة تشوف الكلام الشيعي الكردي كل هذا الدم تشوف ما قد يفكر بهذه الحالة. المفروض تكون حلفا المرخات ابو علي انا اعتذر منك والله الصوت يعني الصوت غير واضح اذا تقدر ترجع تخابرنا. ابو احمد من بغداد تفضل. ابو احمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. شلونك استاذ عمر؟ يا هلا بيك تفضل. الله يحفظك. والله يا ابو خطاب الامور اللي جاي تحدث للاسف يعني هذه جرت على العراق وان شاء الله وان شاء الله غير موجود قريبه بجهود ان شاء الله المجاهدين الابطال والمتظاهرين والمحتجين ان شاء الله وان شاء الو وياك ابو احمد. وياك ابو احمد. انت من بغداد لو من الانبار ابو احمد؟ لا لا انا من مدينه الحريه الشعلة حاليا. حياك الله. يا هلا بك يا هلا بك. نعم تفضل. ان شاء الله هذول الذيول الجرجال ان شاء الله ما يبقى من عندهم واحد لا العامري ولا المالكي ولا عمار ولا كلهم ذول ان شاء الله. حتى هذا اللي شلع قلع وقالها وياهم ان شاء الله هم على طريقتهم قوه الله. نعم وان شاء الله وان شاء الله ان شاء الله النصر قادم. ونعمت الله ونعمت الله على ايران على ساحه السوداء اللي جونا عليها هم محتمين بها. والله يا اخي بالله الكريم زين دمرتنا هاي المنافذ الحدودية بميناء القصور بالسلام شيء كلها هم كل حزب إلى حصة وإيران إلى حصة. والشعب هذا العراق والخيرات الشعب هذا حرامات قاعد بالتجاوز وقاعد بالحواسم وما يشوف إلا كل شيء ما يشوف كل شيء ما مستفاد. وإن شاء الله المتظاهرين هسه حاليا أنا جاي أحكي لك يعني كشاهد عيان يعني نعم شريع محمد القاسم شارع شارع فلسطين باتجاه النهضة ولو انسحبوا تقريبا محمد القاسم بس شارع فلسطين باتجاه النهضة قاطعين الطرق المتظاهرين وان شاء الله سيضيع الوضع. نعم أنا أشكرك أبو أحمد من بغداد كان معنا. رسالة من علي أبو زين العابدين يقول أمانة الله ورسوله طلع رسالتي يقول هذول اللي جاي يقتلون بالمتظاهرين هم نفسهم الغوغاء اللي قتلوا العراقيين عام 1990. والله هذول حليبهم مو نظيف والأيام راح تشمرهم في مزبلة التاريخ. ننتصر أو ننتصر. الله أكبر. وليخسأ المجوس الخائبين وذيولهم الحاقدين المرجفين. نعم طبعا بالنجف كذلك قطع المتظاهرون في محافظة النجف طريق المطار الرئيس تأكيدا على استمرار الإضراب العام وتمسكا بمطالب ثورة تشرين المشروعة. ويواصل المتظاهرون في المحافظة خطواتهم التصعيدية ردا على تجاهل السلطات الحكومية لتنفيذ مطالبهم المشروعة المتمثلة بإسقاط العملية السياسية وإنهاء نفوذ الأحزاب الفاسدة وميليشياتها. معنا اتصال. جميل من الكوت تفضل. جميل السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولاً أنا أشكركم على هذا البرنامج. الله يسلمك. عندي ثلاثة رسائل. تفضل. الرسالة الأولى بالرغم أنه أنتم تتردون الشخص المتصل اللي يتجاوز لأنه إحنا هذا البرنامج إلى سمعته وإلى ناس اللي يتابعونه حقيقة يعني بدون مبالغة. الله يسلمك. احنا لازم من نريد نتصل يعني خل كلامنا يكون مهذب حتى نوصل الى نتيجة معينة وكل واحد يعبر عن رأي. هاي الرسالة الاولى. احسنت. عندي الرسالة الثانية. نعم. بالرغم انه شبابنا هم ناس كلهم ابطال وانا واحد من الناس بيناتهم وما فارقهم الا قليل. نعم. ولكن عندي عتب شديد على بعض الشيوخ العشائر. نعم. بعض الشيوخ العشائر ليش ما يطلعون حتى يطلعون ويا شبابنا دول الأبطال لأنه هذا الشاب من يلتفت يشوف بمثابة أبوه أو جده هم دول هسه أحفادهم شيوخ الوقت هذا ليش ما يطلعون ليش ما مثلا كل يومين كل ثلاثة وكل من ضمن محافظته. عندي الرسالة الثالثة وهي الأخيرة ولا أنا طولت عليكم. لا تفضل. يا أخي هسه هذا العراق بيت رحم ولود بي أساتذة بي مهندسين بي شهادات يعني هسه أنا والله العظيم يا أستاذ الفاضل
ما لي علاقه بالسياسه نهائيا، رجل متقاعد. زين يعني ما بي هسه هالعباقره الا ذول السياسيين، يعني يعني لو هذا لو هذا يا اخي احط من هالاساتذه هاي الدكاتره عندنا يا ما من العلماء يا اخي، واختار شخص بما يريدون اخواننا المتظاهرين. وفن المشكله ليش رقت هالدماء هذه الشهداء والجرحى؟ لكن هي واضحه ومبينه، يقول لك احنا لا حطينا لنا شخص وطني باكر يجوز هذا او 100% مو يجوز، يعني راح يطلعها من اول هالتاليه شكو سرقات شكو مؤامرات، هاي واضحه ومبينه. هسه ترى الشعب العراقي صار واعي، وعندنا هذا جيل الالفينات والتسعينات عمي، ذولا ناس ابطال وناس فهماء، هذا فك عينه على الانترنت وعلى الالكترونيات وعلى وانا اشكركم وبارك الله بيكم، وانا اسف لانه طولت عليكم. شكرا جزيلا. انا اشكرك، شكرا جميل من الكوت كان معنا. طبعا نختم ب من المثنى، حيث قطع المتظاهرون عددا من الطرق في منطقه الصياغ بمدينه السماوه احتجاجا على القمع الحكومي وميليشياته ودعما لتصعيد الاضراب العام، كما قطع المتظاهرون طريق السماوه الرميثه عبر حرق الاطارات تاكيدا على استمرارهم في الثوره لحين الاستجابه لمطالبهم المشروعه. طبعا وردنا قبل قليل قطع تيار الكهربائي على منطقه الدوره في العاصمه بغداد، وذلك عبر او بعد اقامه حمله اعتقالات لاعتقالات للمتظاهرين في منطقه الدوره. إذن وصلنا الى نهايه هذه الحلقه اعزائي المشاهدين، شكرا لكم والى اللقاء باذن الله.